هنبتدي النهاردة مع بعض الشابتر رقم 1 اللي هو بيتكلم على الاكاونتنج ان اكشن. شابتر 1 اكاونتنج ان اكشن. الشابتر ده بيتكون من ايه؟ اول حاجة بيعرفك هو المحاسب بيعمل ايه بالظبط، ايه هي الاكتيفيتيز اللي المحاسب بيعملها. ما هو كل واحد في اي شركة بيبقى له وظائف معينة او مهام معينة. طب ايه هي المهام بتاعت المحاسب؟ ايه الوظيفة الاساسية بتاعت اي محاسب في الدنيا؟ ايه الحاجات بتاعته؟ فهنعرف ايه هي الاكتيفيتيز، فهنعرف ان هو بيعمل ايه، بيعمل ايدنتيفيكيشن، بيحدد ايه الحاجات اللي المفروض تتسجل ولا لا، وبعد كده يسجلها، وبعد كده يعمل كوميونيكيشن، يدي للناس اللي عايزة التقرير اللي هي عايزاه. فبالتالي انا لازم اعرف هم مين اللي عايزين التقرير دول. فبالتالي بقول ايه، بعرف كمان اليوزرز، مين اللي بيستخدم التقارير اللي المحاسب بيطلعها، اللي هو الفاينل برودكت بتاع المحاسب، المنتج النهائي بتاع المحاسب اللي هو التقارير، مين اللي بيستخدمها. فاحنا هنعرف في الشابتر دوت مين بيستخدم التقارير بتاعتنا وايه هي الوظائف بتاعتي الاساسيه. تاني حاجه انا لازم اعرف الاكاونتنج بلوكس، في حاجه اسمها لازم اعرفها، حاجه اسمها الايثكس، لازم اعرف اخلاقيات المهنه، لازم يبقى عندي اخلاقيات، وفي مبادئ للمهنه بتاعتنا برينسيبل لازم امشي عليها، ما بشتغلش بمزاجي، في مبادئ بمشي عليها لازم اتبعها، وفي اسامبشن، وفي بعض الفرضيات ان انا لازم افترض بعض الحاجات، لو انا ما افترضتش كده مش عارف اشتغل اصلا. فانت هتتعرف ايه هي الايثكس، حاجات بسيطه خالص هناخد حاجه بسيطه عنها، وايه هي المبادئ برضو هناخد حاجه بسيطه عنها، وايه هي الفرضيات اللي انا بفترضها علشان اعرف اشتغل. فاحنا لازم نبقى عارفين مبادئ المحاسب ايه، عارفين ان هو لازم يكون عنده اخلاقيات مهنه، ولازم يكون عنده بعض الفرضيات بنستخدمها. بعد كده بنتعرف بقى على الاكاونتنج ايكويشن، اكاونتنج ايكويشن، المعادله المحاسبيه اللي هي اي محاسب في العالم بيشتغل بيها، اي شركه في الدنيا بتشتغل بيه، اي منظمه، الحكومه نفسها بتشتغل بالمعادله دي. يبقى انا هتعرف على المعادله المحاسبيه اللي هي بتقول اسيتس، عشان انت هتسمعها كتير بقى، اسيتس بتساوي اللايبيليتي بلس الاونرز ايكويتي. فانت لما تكون سامعها من دلوقتي هتعرفها بعد كده، يعني ايه اسيتس، ايه الاصول ديت، ايه الالتزامات اللي عليا، ايه هي حقوق الملكيه، ايه الكلام ده. ده كلام مش مجرد، انت هتعرفه بسهوله وهتستفيد باستفاضه كمان، وهتبقى فاهم هو ايه كل كلمه من دول معناها ايه. دي المعادله الاساسيه اللي مبني عليها علم المحاسبه بالكامل، علم المحاسبه الماليه بالكامل مبني على المعادله دي. فهنتعرف عليها. بعد كده هنتعرف اي ترانزاكشن الترانزاكشن افكت بتاثر ازاي اون اكاونتنج ايكويشن، على المعادله دي. اي تعامل بياثر ازاي على المعادله دي، يعني انا مثلا اشتريت عربيه هتاثر ازاي هنا، بعت بضاعه هياثر ازاي هنا، كسبت قدمت خدمه وكسبت فلوس هيظهر ازاي هنا، هياثر ازاي على المعادله دي. فده اللي احنا هنعرفه في الدرس ده. بعد كده هنعرف ايه هي الفاينل برودكت بتاعنا، هنعرف الفاينانشال ستيتمنت، ايه هي القوائم الماليه، وهنشوفها في شركات عامله ازاي، لان كل الشركات بتطلع القوائم الماليه، كل الشركات صغيره كبيره حلوه وحشه بتطلع قوائم ماليه، حتى لو مضروبه، يعني حتى لو شركه صغيره لازم تطلع قوائم ماليه، حتى لو القوائم دي مضروبه، لانها بتطلب من الضرايب وبتطلب من البنوك وبتطلب من اي منظمه في الدوله، يقول لك هات لي القوائم الماليه بتاعتك، دي رقم اول حاجه بيطلبوها منك، هات لي القوائم الماليه. فالفاينانشال ستيتمنت دي اللي هو المحاسب بيطلعها كل الناس بتطلبها. فده رقم 5. بعد كده هنتعرف على ايه هي الاوبورتيونيتيز المتاحه في السوق. انت درست كورس محاسبه، طب انا هشتغل ايه بقى؟ ما خلاص بقى انا عرفت المحاسبه، طب ايه الفرص اللي انا ممكن اشتغلها؟ اروح اشتغل في المكتب هعمل ايه؟ وظيفتي هتبقى عامله ازاي؟ فايه هي الفرص المتاحه في السوق دي هنتعلمها. اخر حاجه بقى، وده هيبقى في كل شابتر خدها معاك، هيبقى حاجه الفرق ما بين اليو اس جاب، يو اس جاب والاي اف ار اس. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ فيرسس اي اف ار اس. احنا قلنا ان احنا عندنا هنا برنسبل او معايير، عندنا معايير. المعايير دي في مؤسسات ضخمه على مستوى العالم بتعملها، بتحط لك المعايير اللي انت تشتغل بيها كمحاسب. فاضخم مؤسستين، مؤسسه في امريكا اسمها الفازب او الفازب، والاي اي اس بي الانترناشونال اكاونتنج ستاندرد بورد بتنزل معايير دوليه، ودي بتنزل معايير امريكيه.
يبقى في معيارين بنشتغل، مبدئين بنشتغل بيهم، يا اما امريكي يا اما اي اف ار اس. طب العالم بيتجه ايه؟ بيتجه للاي اف ار اس. فانت هتعرف الفرق ما بين الاثنين في كل شابتر. احنا درسنا الشابتر ايه الفرق ما بين المعيار الامريكي والمعيار الدولي، هتعرفه فانت هتبقى عارف. فاحنا هنتكلم عنها بشيء بسيط جدا، ايه الفرق ما بين المعايير الامريكيه والمعايير الدوليه في الجزء اللي احنا اخذناه دوت. يبقى ده الشابتر الاولاني، اشوفكم مع الشابتر نكمله ان شاء الله.